بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ بدكتور عبد لا بدكتور أحمد الدكتور أحمد سعد دياب. أحمد سعد دياب في واحدة من قصائده اللي هو في عيناك والجرح القديم، الرسالة الأخيرة: عيناك والجرح القديم فلتذهبي، أنا لست من يضع الندامة في شريعة مذهبي، فلتذهبي لا عادة الذكرى ولا أيام عمر المذنب، وتذكري ما كنت شيئا قبل أن ترعاك دنيا أسطري، خلغتك أيدي أحرفي، وتصوري خلغتك حسناء كم تتيها وتزدري، الطبع في دنياك أن تتنكري فتنكري، يا سبة جحدت فضائل طيبي، 60 قبلك كن رهن زوابعي، 60 قد عبر السفائنهم ببحر تجاربي، 60 قد أصبحنا بضع خرائبي. فتصوري يا ليتني لجمالك المصنوع لم أتعصبي، يا ليتني ما سقت حرفا، ليتني لم أكتب فلتذهبي. هي طبعا قصيدة قديمة كان كتبها الدكتور أحمد سعد دياب، ما أنا اختطفتها شلت الحياة السمحة فيها، كل دول طبعا عنده رؤية فيها، بياخد الحياة السمحة فيها. ممكن تلقى في بيت فطيت وفي بيت ما عجبني شلته على حسب مزاجي. المتنبي قال: أن أنام ملء جفوني عن شواردها، ويسهل الناس جراها ويختصم. يعني هو بعد ما يكتب قصيدته دي بيمشي ينوم، بيكون نايم بشخر، ما عنده مشكلة بالبحصل ده، لكن الناس بيكونوا شغال له قاصد كده، لا ما قاصد كده، والله غلطان. يعني في حوادث كثيره يعني، فالزول تكتب الحاجه دي بعد ده بيكتبها للكل. تحيه لكم، تحيه الطيبه يا اخي، تحيه للطيب عبد الله، تحيه لكمال، تحيه لمهند، تحيه لكل الاماجد الموجودين. نسال الله سبحانه وتعالى انه يتقبل شهدائنا الاخيار المايمين، نسال الله انه يشفي جرحانا ويعيد مفقوديننا ويصلح على الوطن والمواطن، نسال الله انه ينصرنا في هذه الحرب الدروس، يعني حرب فعلا الناس بتحتاج انها تعيشها بالواقع بتاعها مش بالخيال. لسه ما في ناس بتتخيل انها موضوع بسيط جدا جدا وخلاص الموضوع انتهى وحنستلمه والمشروع انتهى. الفرق كبير بين انك تعيش على الخيال بتاع المجموعات اللي بتطلع تحاول توريك انه انتصروا والقضيه انتهت، وبين الحقائق الموجوده المجرده الحق وانت تحس بيه عشان تدافع عن وطنك. ممكن في ناس بيقولوا ده زول محبط، ده زول سلبي، ده زول كده، لكن الحقيقه دائما ما بتهم، دي الحقيقه. عشان كده بقول لك الحقيقه عاريه، انا بديك لها الحقيقه العاريه، ما كونك انك انت داير الحاجة التمتع نظرك ودار المواضيع الإيجابية أمشي فتشها في الخيال، لكن في الواقع ما حتلقى. نحن بلدنا الليلة السودان الوطن الواحد بتعرض لأكبر هزة في تاريخه، ما حصلت يعني حتى في المهدية ذاتها ما حصلت. نحن الليلة البلد دي ملايين منها مشرد خارج أسوار الوطن، نزل الله انه يعيد، ولسه في امال وطموحات بتاعت العوده، لكن الحاجه اللي بتحصل جوا عكس الكلام اللي بنقوله. نحن بنزل الله انه ينصرنا ويرجع مواطنينا، لكن الليله المواطن في مناطق كثيره جدا جدا بدا يهجر المناطق بتاعته، في الجزيره بدا يهجر الجزيره ويتجه لبورسودان، ومن بورسودان خارج اسوار الوطن. الحاج يوسف في شرق النيل ده كله الليله بدأ نزوح جماعي، خلاص وصلوا مرحلة بأنه ما بيقدر يتعايش مع الميليشيات بتاعت الجنجويد دي. الميليشيات دي يا إما أنت تكون معاه، ولا أنت تكون فلول، ولا أنت تكون كوز، ولا أنت تكون يعني دول بتاع معلومة للجيش. المهم أنت يا إما تكون معاه وتدافع عنه وتقاتل معاه وتتقبلهم بصورتهم دي، يختصبوا ويسرقوا وأنت تتفرج، ولا أنت رهينة. ممكن تكون رهينه، طبعا رهينه يدفعوا فيك، اذا ما لقوا قروش في بيتك معناته انت حيمسكوك رهينه عشان يدفعوا الناس. مئات الالاف من الناس هم السودانيين عارفين الكلام ده، عارفين انه اي زول يمسك الدعم السريع انت محتاج تدفع عشان تحله. الكلام ده ما قاعدين يقولوا في الميديا، لا بيقولوا الغحاته، ولا بيقولوا اللايفاتيه، ولا بيقولوا. لاحظ انه اللايفاتيه ده ما بيتكلم عن اساس المشكله ذاتها، المواطن ذاته الاصل. بيفتشوك في حاجات واهيه، انه نحن دارين نسترد كده ونسترد الاذاعه ونسترد المصفى. يا اخي توتي
استريت توتي دي المواطن بتاع توتي ده اللي بموت كل يوم بيقتلوا فيه الجنجويد ده المحاصرين توتي، حل شرق النيل دي كلها محاصره، حلها كده خليه وحل المواطن ذاته، لانه الليله المواطن ده اذا ما حليته هو مضطر انه يلتحق بالدعم السريع. الدعم السريع فاتح له الابواب، يا تبقى فلول ولا تبقى ضدنا ولا تبقى معانا، هو مضطر المواطن السوداني داخل الدوله السودانيه انه يقف مع الدعم السريع ويتقبل الدعم السريع ويتعايش مع الدعم السريع. حتيجي تقول له انت خاين؟ حتيجي تقول له انت خاين؟ كيف يكون خاين المواطن ده وهو لا عنده سلاح ولا تدرب ولا عنده صله بالعسكريه ولا عنده صله بالصله بالتكتيك الحربي؟ انت اللي عندك صله بالتكتيك الحربي وعندك صله بالعسكريه وعندك صله بكل الحاجات دي، جريت بسلاحك ده خليت المواطن ده عرضه للميليشيات دي ذاتها. فكيف انت تقول للمواطن خاين؟ ما انت خلاص سلمته للميليشيات دي ذاتها بسلاحك، بسلاحه هو، لانه المواطن هو اللي صنع السلاح. ده المواطن السوداني بقى رهينه، يا يبقى دعامي يا يبقى رهينه يا يبقى فلول. الميليشيات دي الليله عايشه الطمأنينه داخل الدوله. عايشه يعني قاعده في توتي بتنهب المواطن، بتأسر المواطن، عايشه في شرق النيل بتتعامل مع المواطن، تنهب المواطن والامدادات واصله طوالي. امدادات من الحكومه الاماراتيه، امدادات من النهب، امدادات من سرقه العربات، ما عندهم اي مشكله، امورهم ترانكيل زي ما بقول، ما عندهم اي حاجه. اكلهم شرابهم كله على حساب الوطن. بنوك نهبوا البنوك حتى لغايه ما شبعوا. طرمبات بتاعت وغود نهبوا الطرمبات وحس قاعدين في المسرح. شنو ناقص لهم؟ ما عندهم اي حاجه ناقصه لهم، بالعكس اي زول بيجي من هناك عارف انه بيقعد له 6 شهور 7 شهور 8 شهور بيكون اموره ظابطه، بيطلع من هناك شايل مئات الالاف من الاموال. الليله اللي بيحولوا في المناطق المنتشره فيها الدعم السريع بيحولوا ناس الدعم السريع ذاته، هم الماسكين بنكك، هم الماسكين اي شيء والله. الاموال كلها عندهم. الوقود عندهم هون، دار تشتري وقود عندهم هون. اذا داير نت عندهم هون، تخيل انه النت ده ذاته مش الجيش يتدخل على اساس انه يكون موجود، برضه عندهم. الجيش بتاعنا يا جماعه للاسف الشديد، الجيش بتاعنا ضعيف. دي الحقائق اللي ما دايرين الناس تتقبلها وبتشرد منها. جيشنا ضعيف ضعف شديد، والقيادات العسكريه اسوأ شيء في المنظومه دي، اسوأ حاجه في الجيش السوداني القيادات العسكريه. الكلام ده حتلفوا حتدوروا في النهايه حتيجي تلقوه حقيقه. الجيش تم تدميره يا جماعه، انا بتكلم لي سنين وبحاول اشرح لكم. الليله الناس الوحيدين اللي بيقاتلوا في السودان هم المستنفرين، ما في جيش ده الا يكون قاعد في وحده معينه، وهم الناس اللي قاعدين ده ذاتهم بتلقاهم مجموعه كبيره جدا جدا اصحاب وظائف مهنيه مختلفه من الجيش. الناس اللي قاتلت في سلاح المهندسين ده فيهم عازفين. عازفين بتعرفوا معنى عازف؟ عازفين قاعدين كانوا بيقاتلوا معاهم، لانه المشاة بتاع الجيش السوداني كان الميليشيات المرتزقه دي. والجيش السوداني تقبل المشروع ده وتقبل القياده بتاعته ووصلها لاعلى الدرجات واعلى المراتب. نحن عارفين ما في، لو ما تكلمنا عن الحقائق ما بننصر الجيش ذاته. انت وقت تقعد تلفلف عن الحقائق وتغش الناس وتطلعوا بالاغاني وبالحفلات وبالاحتفالات الوهميه دي، معناته انتوا بتغشوا في نفسكم. نحن عشان تنصر الجيش لازم تدي الحقيقه عديل وتوضح للناس بانه يا جماعه في اشكاليه. كنا متوقعين القيادات العسكريه دي يطلعوا يوضحوا للناس يكونوا واضحين، عشان دي اللحظه دي لحظه بتاعت السودان يكون او لا يكون. انت في مرحله عصيبه يعني، انت بالغش ما حتنجح، بالكذب ما حتنجح. انت لازم يطلعوا القيادات دي ذاتها توضح يا جماعه نحن عندنا اشكاليه، نحن محتاجين مستنفرين سودانيين. البوابات اللي بتقول احنا دايرين محتاجيننا، انت تخيل انها اتقفلت في وجه الشباب السوداني. كميات مئات الالاف مشت عشان تستلم سلاح، عشان تدافع عن الوطن، عشان تناصر الوطن، عشان تناصر الجيش بتاعها، عشان تناصر مؤسساتها، قفلوا الباب في وشها لغايه ما وصلت مرحله الضغائن بتاعتها حولتهم لجنجويد. خلاص وصل مرحله ما في حل. اذا انت ما قدرت تتقبلني وخليتني للميليشياوي ده حيقتلني، افضل انا اكون معه من مما هو يقتلني. اللحظه اللي احنا محتاجين فيها القيادات العسكريه تصدر مراسيم بان
تحتوي كل الشعب السوداني، كل الشباب السوداني، توزع عن طريق الطائرات بتاعت الأوراق بأنه يقدموا نفسهم للمعسكرات. قلت لك روسيا انتصرت على ألمانيا دي بأنها هي حولت روسيا كلها لجيش. ليه الجيش ده لسه شغال بانتقائية، منطقة منطقة وحلة حلة وجنس جنس؟ ما سألت نفسك ليه؟ ما حاول يكسر الصنم الكبير بتاع الجهوية والعنصرية ليه؟ ما نحن في اللحظة المحتاجين فيها المؤسسة العسكرية دي ذاتها، قياداتها تكسر الصنم القديم بتاع العنصرية والجهوية والغبلية والإدارات الأهلية كلها، وتنادي باسم المواطنة بأنه الناس كلها الجيش يفتح أبوابه ليها ويسلح الناس كلها. ما امبارح كان بيتكلم معي واحد بيضحك، قال لي غالب انت كلامك ده كلام ساي، انت بتحكي في كلام ونحن بنواجه كلام مختلف. انا من الناس اقسم بالله بحلف، انا من الناس البشر، قلت لهم داير ري سلاح، داير سلاح. قال له ما في سلاح. قال لهم كيف حسي انا لو لقيت سلاح اشتريه؟ قال له لازم تشتري من اقبضك. تقبضني كيف؟ برهان ده ما قال الناس تتسلح. قال لك ده كلام ساي، ده كلام ساي. بتعرفوا معنى كلام ساي؟ السوداني يقول لك ده كلام ساي، كلام هوا. ده رئيس القائد العام بتاع الدولة بيقول انه الشعب يتسلح، الشعب يشتري سلاح يتسلح ويجهز نفسه ويعيد نفسه، وتمشي تقابل القيادات العسكرية تحت يقول لك ده كلام ساي، كلام يعني زي الكلام بتاع السكارى، كلام الليل يمحوه النهار. يا زول ده القائد العام قال للناس تتسلح، طلع بعد اسبوع من كلام من من من, من كلام البرهان والعشرة يوم منه طوالي طلع كباشي قال ما في تسليح الا يجوا الناس المعسكرات، الا يخشوا عندك انت في المعسكرات. اي طيب العدو ده بينتظرك انت تدربني؟ العدو الحسي قاعد يخش الحلال العوت البعوت الكعوتة دي بينتظر يقول لهم خلاص كده لما الجماعة دي كباشي يسمعوا كلام كباشي ويمشوا يلتحقوا بالمعسكرات ويتدربوا ويجوا داخلين؟ العدو ينتظرك يعني؟ ما ده بوريك انه الهوان وين. اخي انا بتكلم معاك بمنطق، بتكلم معاك بمنطق. انت تعرف تنتصر بالوهم؟ تعرف تسوق نفسك بالخيال لانتصار وهمي؟ ما حننتصر. كل يوم بعيد لك في الكلام ده مما بدأت الحرب دي. اذا ما الجيش ده بقى جيش وطني مهني، اذا ما القيادات العسكريه دي اتغيرت. الكلام ده بنقوله عشان الناس تشير، عشان يصل لهم، عشان هو يكون قاعد كده ويسمع بانه هو سبب الازمه، برهان سبب الازمه، كباشي سبب الازمه، ياسر العطا، ابراهيم جابر الجنجويد، كلهم ديل اسباب الازمه السودانيه حسي حاليا. الانتصار ده اذا ما هم زحوا من المشهد ما بننتصر. ديل الوحيدين الابواق التابعه للامارات. انت الليله بتتكلم عن خلينا نتكلم بمنطق. طيب خلينا اقول، قول زي ما بيقولوا الناس دي فلفسه، ما فلسفه، فلفسه فلفسه بتاع زول مجنون بيتكلم معاك بالليل. شوف الوضع السوداني ده والناس المستنيرين اللي كان ممكن يغيروا خارطة الطريق السوداني، العقلية السودانية، وكان ممكن يكونوا قوة سياسية حقيقية. الناس المؤهلين، الناس التكنوقراط اللي هم موجودين في دول الخليج. هتيجي تقول لي كلام غلط، هقول لك يا أخي الناس اللي جو أوروبا ديل جو لأسباب كثيرة، منها الأسباب الاقتصادية، ما لقوا فرص بتاعت اختلاف ذاتها في الدول الخليجية دي، ومعظمهم يعني ما يعني يعني ما ما ناس جامعات، بسيط منه ونجو من خلال الجامعات، جو بعثات معينه شرد منه النفر نفرين، دكتور دكتورين. لكن لو جيت مشيت للسعوديه وللامارات ولدول الخليج بتلقى الناس المشت كلها، الكوادر الطبيه المؤهله، العلماء، الدكاتره، علماء الادارات، دكاتره في الادارات، القضاء، كله موجود في خليج، وخاصة في السعودية وبعد الإمارات كلنا عارفين وقطر. ديل اللي كانوا ممكن يغيروا الخارطة بتاعت الدولة. ليه؟ لأنه هم عندهم فهم، عندهم استراتيجية، ناس قروا، ناس متعلمين، ناس مثقفين. لكن ديل أصلا دول الخليج ساعد في إنها تغيدك ثقافيا ثقافيا وأكاديميا، إنها سحبت منك الناس ديل ذاتهم، ناس ديل قاعدين بيقدموا في خدمات جليلة لدول بتاعت الخليج. لكن هم ذاتهم قاعدين تحت الرج، تحت الاستعباد. في زول دكتور قاعد في السعوديه بيقدر يتكلم عن الحكومه؟ ما بكره حيلقى نفسه برا الرصه وبيلقى نفسه مرفوض. اذا هو محاصر. ايوه هم خدتوها كده. الناس الموجودين في الخليج دول كلهم البذره
الحسنة اللي ممكن تتوقع إنها تغير الواقع السوداني هي كلها داخلة في طور الاستعباد، والكلام ده كلنا عارفينه، كلنا عارفينه. يبقى في النهاية الواقع الأليم، الواقع المخيف، إنه الناس المستنيرة ما حتقدر تتكلم، وخاصة الموجودين في الدول الخليجي، وديل اللي كان ممكن يغيروا الواقع ده ما حيقدروا يغيروا، لأنه هم مغيدين بواقع أليم. ديل زي كأنه قصد زمان إنه يسحبوا منك على أساس إنه يسحبوا منك الوعي، يسحبوا منك الناس الأكاديميين، الناس اللي ممكن يغيروا، كلهم مشوا، البلد بقت فاضية، البلد بقت فاضية من الناس المستنيرين اللي ممكن يقدموا. دكاترة فرتقوا، مهندسين فرتقوا، قضاة فرتقوا، كل المجالات، كل المجالات اللي موجودة في الدول بتاعت الخليج دي، وكل المجالات دي أصبحت في السجن، ما تقدر تتكلم عن الواقع ده أصلاً، ما تقدر تتكلم. أنا بقول لك دي حقائق، الناس الموجودين وبتابعونا، ومن أكثر الناس اللي بتابعونا الموجودين في السعودية، والناس الموجودين في الإمارات، الناس الموجودين في عمان، الناس الموجودين في قطر، دي أكثر المتابعين لنا، لكن ما عندهم إمكانية بأنه يتكلموا، لأنه لو يتكلموا بيلقى نفسه تاني يوم، لأنه هو قاعد تحت عبودية، هو ذاته مستعبد. الناس الموجودين في أوروبا دي بتلقى فيهم، ما بتلقى فيهم الكمية بتاعت الناس المستنيرين، ولا أوروبا وكده استوعبتهم على أساس إنه يكونوا عقول، لأنه العقول الموجودة في أوروبا ما بتحتاج زيادة، إلا يكون زول مبرز يجي يبرز هنا ده، ولا يكون زول جابته صدفة، جابوه منتدب، جابوه يقرأ، جابوه يحضر ده، ودي الكمية بسيطة، ما زي الكمية الموجودة في الخليج. دي واحدة من المشاكل، اللي عشان كده نحن مغيدين بأنه القوة العقلية بتاعت الدولة مغيدة، مغيدة بالاستعباد بتاع الاختراب، مغيدة بعقود طويلة الأمد ما بتتحلى منها. هو طالما قاعد في دولة زي الدول السعودية دي ما حقدر يتكلم، إذا هو مغيد، هو بره الرصة. نحن الليلة الجيش بتاعنا وبنعاني، نحن المرارات، القيادة العامة محاصرة، الأم درمان محاصرة، سوق ليبيا والمناطق دي كلها بحري محاصرة، كلها مدني، كل السودان أصبح منتشر فيه الدعم السريع ده، وما في واحد بيقدر يتكلم من السعودية، ولا في زول بيقدر يغير، ولا في زول من الإمارات بيقدر يتكلم بينه يا أخي كده خلوهم يطلعوا مظاهرات، عشان تلقى الناس اللي طلعوا مظاهرات دي كلهم تاني يوم جابوا لك بور السودان. مشكلتنا في دول نحن خدت لنا الطعم، اخذت مننا كميه كبيره من السودانيين، وما بيقدروا يتكلموا، حسي قاعدين مقيدين. ما في فرق بين الدعم السريع اللي ببقيك رهينه، ودوله كامله تبقيك رهينه. انت مغترب رهينه، المغتربين اهلنا رهينه، رهينه للخوف، رهينه للطرد، رهينه للاستعباد، رهينه للاعتقال، رهينه انهم ما بيقدروا يتكلموا، ما محررين. دي مشكلة، مش مشكلة كبيرة جدا جدا. الليلة السودان ده بيعاني المرارات، ليه الجيش السوداني ده ما رجع؟ ليه الجيش السوداني اللي احنا محتاجين انه في امس الحوجة ليه ما رجع؟ ليه القيادة العسكرية بتاعت الدولة دي ما قادرة تتكلم بصورة واضحة وتطلع توضح بانه الدعم والطائرات المسيرة الليلة اللي بتمتلك الدعم السريع والتاتشرات والعربات والوقود والبنزين وكل حاجات دي بتيجي من الحكومة الاماراتية من محمد بن زايد؟ انا كتبتها، لو الناس رجعت حسي بقى قبل اللايف ده حتلقى انه انا قبل سنتين ولا كنت بتكلم عن الافكار بتاعت الحكومه بتاعت بن زايد الشيطانيه، انها ساعيه لانها تمتلك الدوله السودانيه. هل انا كنت اشطر من الناس؟ ما ده مشروع قدامك كانوا منفذوا فيه وصنعوا له الغحات الغزيرين ديل، انت قال الغحات ديل هم بيملكوا نفسهم، ديل مملوكين للحكومه الاماراتيه وللمخابرات الإماراتية، زي ما مملوك البرهان، زي ما مملوكين كل القيادات الموجودة في سدة الحكم. وده أصل القضية، إنه كل القيادات بتاعتك الفروسية دي مجرد رموز، ما بتقدر تغير، لا تملك أن تتأمل صفحة وجهي، ما بتقدر تتقلب تغير حاجة، لأن هي ذاتها التغيير ما عندها هي. قال لي واحد بيتكلم عن جهاز الأمن والمخابرات، جهاز الأمن والمخابرات ده ما في زول بيرفض إنه الدولة يكون فيها جهاز أمن ومخابرات، لكن في أصول لجهاز الأمن والمخابرات الوطنية، الوطنية اللي ما فيها
الحجارة الكريمة ما فيها قبلية ما فيها جهوية، فيه خطأ نحن الليلة لازم نعدله، زي ما الجيش بتاعنا ده فيه خطأ نحن الليلة لازم نعدله، زي ما عندنا إشكالية في القيادات العسكرية لازم تتغير، القيادات اللي بتغير الواقع ده لازم تجي الليلة، القيادات دي ما بتغير الواقع القدامك ده، القيادة دي كلها قيادة يعني عندها أجندة، شغالة بأجندة خارجية، ما بيقدروا يغيروا أي حاجة. ما تسمع الكلام ده، الحاجة اللي بتحصل في الواقع ده، أنا قلت لك المناطق والتحرير بتاع المناطق بتاعة أم درمان تمت بناء على رغبة أبناء أم درمان، اطلعوا وقدموا أرواحهم. الليلة أنت لك شهر غيرت وين تاني؟ أنت ما عندك جيش، أنت ما عندك جيش، حسي البرهان ده ضاغطينه وبينه ما عنده جيش، والبرهان بدل يولي الموضوع ده يبقى موضوع وطني بدي له ناس البراءون وبدي له بعض الكيزان، لانه بيفتكر انه هم ديل الوحيدين اللي بيجلبوا له الدعم، ما عارف انه لو فتح صدره للوطن الشعب ده كله كان دعمه والشعب ده كله كان مشى قاتل معه. الليله اي سوداني اقسم بالله العظيم لو شعر بالصدق من قبل القيادات العسكريه في الدوله السودانيه اقسم بالله كان سلم نفسه عشان يقاتل وحياه كتاب الله، لكن شاعر بانها هي الحرب دي ذاتها مجرد فخاعه وكذبه كبيره. جيش تلقى قاعد هنا ودعم سريع هنديك يقول لك نحن ما عندنا اوامر. ما عندك اوامر كيف يا زول؟ انت اوامرك دي هنا ما بتكون على 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 القيادات العسكريه. دي اوامر وطنيه من الوطن بانك انت تدافع عنه، ما تقول لي ده هنا ما بس اوامري انه ما اضرب، ما تضرب كيف؟ دار تضرب منه؟ انت اوامرك تحمي المواطن ولا تحمي البرهان؟ أوامرك تحمي القيادات العسكرية ولا تحمي البرهان؟ أوامرك تحمي الدولة صح؟ المواطن الليلة مستعبد، شرق النيل والله شرق النيل دي محاصرة، توتي محاصرة، أي منطقة دخل الدعم السريع محاصرة، مواطنة محاصرة ورهينة، رهينة لقوة خارجية ممكن تعمل معه أي حاجة، ما بكلفوا إنه يقتلوك، يعني ما بيتعبوا في إنه يقتلوك. الهجرة الجماعية الليلة نحن بننادي بأنه الناس ترجع لمناطقها وترجع لبيوتها، لكن بالعكس الليلة معظم الناس الحاج يوسف الزول اللي بيلقى كله فرقة بيهرب، الحاج شرق النيل كله أي زول في شرق النيل بيلقى فرصة بيهرب لأنه ما عنده أمل، لأنه ما عنده أمل، يا إما تنكتلوه الميليشيات دي ولا الجيش بقاو عميل. يا الجيش يا اخي انت ما تفتح ابوابك، الجيش الليله ما فتح ابوابه للمواطنين، وانا بتكلم معك حقائق، يعني الناس اللي مشت وقابلت الوحدات العسكريه وكانت يعني تمني نفسها بانه طوال النزل حيستوعبوه وحيدخلوه الحوز بتاعهم ويبدوا يقولوا ده زود زياده لنا، ما كانت بتستقبلهم بفتور. الناس ما هو دي الحقيقة، ما في طريق غير إن أنا أقول لكم الحقيقة، نحن ما حننتصر يا شعبي يا سوداني، ما حننتصر، ما لو شلت بكرة رجع مصر ما حتنتصر، رجعت الإذاعة بعد 7 شهور رجعت المصفى حسي الليلة نحن ماشيين على الشهر الثاني ولا الثالث، حترجع ثاني وين؟ أنت حتحتاج كشف بتاع موية ممكن ترجعه بعد سنة. أنت عشان ترجع ده معناته لازم تغير سياستك في المعركة دي. ما تقول لي نحن بنضرب وكده والطائرات المسيرة وبتضرب نقاط بتاعت ارتكاز، ما قاعد تضرب خلاص، هو ذاته الطيران تعب من الضرب، ذاته تعبه كمية كبيرة متدفقة، انت محتاج قوات مشاة تقاتل، ما عندك مشاة، ما عندك اي مشاة، والمشاة ديل بقوا انتغائيين، يا اما يكونوا تابعين لجهة معينة جايبينهم الكيزان ولا جايبينهم اي صعاليك ولا يكونوا ما موجودين، الجيش ما داير البغاتل معه يختاروا يعني. طيب الجيش ده ما كده حيتهزم، ما عندهم مشكلة، برهان مجهز نفسه، الجيش ده لو يتهزم تاني يوم بيركب طيارته وبيبقى مارق، كلهم بيركبوا طياراتهم وبيبقوا مارقين، لو الجيش ذاته انهزم ما عندهم مشكلة. ودي الإشكالية الأكبر، إنه المعاناة وما يحدث بعد ذلك ما بهمهم كثير، هو وأولاده في الأمن والأمان، لكن الشعب السوداني كله حيكون داخل تحت مظلة الميليشيات المرتزقة ديل التتر المغول. ودي الإشكالية الحقيقية، الليلة الشعب رهينة للميليشيات دي،
بخش اي منطقه ببيد بيغتصب بيدمر. القيادات العسكريه فرحانه بانها ايوه شوفوا يا هندا كتائب ارهابيه. طيب انت ماشي دار تقعد معاه ليش؟ شو كتائب ارهابيه؟ كتائب ارهابيه دي ما انت حقه تستجدب الشعب كله وتوضح للشعب المشكله بتاعتك انت عشان الشعب ده يقيف معاك. انت الليله كده كان الرجال طلعوا عدد الناس الجيش بتاعنا كم؟ طلعون عشان تعرفوا الحقائق بالنسبه للشعب السوداني اكشفوا له. وروا انه البغاتل مع الجيش السوداني منو؟ وروا المشاة بتاعنا كن، وروا المظلات وين؟ وروا المدرعات المحاصره يا اخي، ميليشيات يا اخي مرتزقه يحاصروا سلاح مدرعات مدرعات تاتشرات تحاصر المدرعات دي ما لاقتنا قبل كده ولا سمعنا بها الا في السودان. يا اخي المدرعات المجنزرات بتعرفوا المجنزرات؟ مجنزرات دي الطلقه بتاعتها بيشيلونا فرين عشان يدخلوها. تاتشرات تجي تحاصر المدرعات دي لاقتكم قبل كده؟ ما معناته ده ضعيف ضعف ذاته غريب جدا جدا وهم ما دارين يعترفوا. يا اخي نحن انا كسوداني معترف بان والله العظيم جيشنا ده ضعيف يا جماعه، لكن والله العظيم ما بتخلى عنه، والله العظيم ازود عنه لاخر نفس، والله احمي لاخر نفس، لانه ده جيشي. ده جيشي انا ده. اغاتل معه الى ما لا نهايه. لكن اعترف بان انا والله ضعيف هاي عشان استمد القوه من الشعب بتاعي. اطلع يا اخي اطلع وضحوا للناس بانه في اشكاليه، اطلعوا واستنفروا الشعب السوداني ده لسه يا اخي. انت عاين الصور وعن الفيديوهات لاي زول بتابع التلفزيون بتاع السودان العاملينه جديد ده اللي بيكذب زي بتاع الكيزان الزمان ده بتغير يعني. نفس الملامح والشبه واللبسه والتوب والغواميه هو ذاته التلفزيون بتاع الكذب ده. يطلع ويجيب لك الجيش والناس تطلع تهلل، ناس بيطلعوا له شباب اماجد اعمار 18 25 بهل ديل اللي قاعدين يسووا شنو؟ ديل لغايه حسي ما استنفرتون ليه؟ ليه ما دخلتوا الاحياء ولميتوا كل الشباب ديل؟ دمنتلون الاكل والشراب، دمنتلون التدريب وتبقلون على الاقل وسام للوطن يا اخي. وسام يفتخروا بيه من الايام انه قاتلوا مع جيشنا السوداني. ما ضروري انه يكون حامل بندقيه. لو حامل كوريك في النهايه بيخدم الجيش السوداني. لو بيحمل ملعقه يا اخي بيخدم الجيش السوداني بس يكون معاك جوا احسن مما يكون ما معاك، احسن مما يكون معرض للميليشيات دي. اي زول بيقدر يحمل السلاح قادر يحمل السلاح لازم يستوعب الجيش السوداني، لانه لو ما استوعب الجيش السوداني حيستوعبوا الميليشيات دي التتر ديل وحيقتلوا المحك يا اما هو في لول ولا معاون، حيبقى معاون. حتجي تقول انت خاين؟ انت الخاين يا اخي، انت الخاين اللي نسيت انه الشعب السوداني ده محتاج انه محتاج الامن والامان ومحتاج انه يقاتل مع جيشه وما تطرده. افتح لي ابوابك يا اخي، ارمي لي الاوراق بانه الجيش ده فاتح ابوابه لكل مواطن سوداني. جيبه خلي لي يشتغل في المطعم، جيبه خلي لي يشتغل في المخابرات، جيبه الزول اللي بتزعر بانه ما بيقدر يقدم لك في السلاح خليه يقدم لك معلومه. الحقوا شعبة الاستخبارات يلقط لك معلومة، وطني بقدم في معلومة، قول لي انت رأفة الهجان، فافرحوا عشان تغير واقع اي مواطن يا اخي. ما تفك المواطنين للميليشيات دي عشان هي تستوعبها، ده فهم بسيط يا اخي. لموا اي مواطن سوداني كبير صغير، لموا اي مرة كبيرة صغيرة. الشعب السوداني ده كله الموجود ده اذا ما بقى جيش انت ما بتتحرك. لانه اللحظه اللي بيفكر فيها الدعم السريع خش المنطقه دي يقول لهم ديل كلهم جيش وكلهم مسلحين وكل والما جيش فيهم استخبارات والما استخبارات متابع للجيش ذاته والما تابع للجيش ده تابع لهيئه العمليات والما تابع لهيئه العمليات تابع للعمل الخاص والما تابع للعمل الخاص والما تابع للعمل الخاص ده تابع للوطن ما بيقدر يديك معلومه. ده كلام ما داير فاهم يا اخي، ده كلام بتاع اي عسكري صغير لو كان مسكول المشروع ده كان مشى فيه. لانه انت محتاج انه الليله المواطن ده بقى في صراعين، صراع بتاع ميليشيات وصراع بتاع جيش سوداني. واحد في الاثنين، اذا انت اشتغلت شغلك وخليت المواطن ده بتخليه عرضه لرغبات التتر والمغول في انه هو في النهايه يبقى دعامي. الدعامه ديل اذا ما استفادوا منه في انه يشيل السلاح بيستفيدوا منه في انه يوريهم محل الشفشفه. مش قال ماشي وين يا حبه؟
بلدك شفشفوها وعدموها الحبة، يا إما يساعدهم في الشفشفة، يساعدهم في النهب، يدوا بعض الغنائم، ابتزوا بيه أهله عشان يدفعوا ذاته قروش. يبقى في النهاية ما عنده حل غير إنه يكون معاون. بدل يكون معاون وبدل يطلع يكون منتظر الجيش ينتصر، خليه يكون هو جزء من انتصار الجيش. بتاع دكان قول له يا زول انت تابع للجيش، اديو 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 في مشروعنا الجديد. التعبئه الشعبيه دي ذاتها ادي فيها، رغيب في التعبئه الشعبيه، عغيد في التعبئه الشعبيه. ما هم في النهايه صنعوا قبل كده، ودي ما ماليش ده وطن، ده لا بمرتب ولا كده، دي مجموعه معينه بتطلع تخدم الوطن، تدافع عن نفسها وتدافع عن الحولة بس، وكلها تتبع للجيش. ده كلام داير فاهم يا اخي. لكن اللي بيحصل ده بوريك انه القيادات العسكريه دي متخاعزه وجبانه، ودي اللي حتضيع الوطن. وفشلت في اداره المعركه. اداره المعركه دي كلها فشلت فيها، فشلت في انها تعملها عسكريه، فشلت في انها تحولها من معركه عسكريه لمعركه سياسيه. الليله هم بينهزموا كل يوم. العالم كله بدا ينقلب، ناس كثيره بدات تنقلب ضد القيادات العسكريه دي، وبدات تنبذ في الجيش لانه شعرت بانه القيادات العسكريه دي سايقه المشروع على هواه، وكل يوم حتتهزم. لانه اللي بيقاتل ده اصبح العقيده بتاعته دي خايف من القياده العسكريه. بكره اموت وهو يدخل في اتفاق، وتبقى روحي بالنسبه لهم مكسب وربح. انا داير اقاتل مع الجيش السوداني، ومتأكد إنه الجيش السوداني ده ما بيخذلني، ما بيهزمني، ده جيشي ما بيهزمني، ما بينساني، ما فوت فيني زي ما فات في ملايين الشهداء اللي قدموا أرواحهم للوطن، بيتذكرني والشعب بيتذكرني. الكلام ده بقى واضح يعني. لكن الحقائق الموجودة أصبحت إنه القيادة العسكرية بايع الوطن. الله العظيم القيادة العسكرية بايع الوطن، والله العظيم والله العظيم. كلها ما تقول لي ياسر العطا، ولا تقول لي كباشي، ولا تقول لي عيسى بن موسى، ولا البرهان الخاين ده. اذا هم فعلا مؤمنين بالوطن يكونوا حكومه الحرب، ما حكومه مدنيه، حكومه بتاعت حرب عديل جاهزه، ويبعدوا من المشهد عشان المشهد ده ما بيتحملونهن. الليله الزرائع العالميه كلها بانه ده الجنرالات، الجنرال صراع بين جنرالين. الليله الجنرال الثاني البرهان ده لو زح من المشهد حيبقى الجيش السوداني، ويبقى اتخذ الاجراءات المنوط بانه يتخذها، وانتهت وانتفت الذريعه بتاعت انه والله الحرب بين جنرالين. الجنرال قدم استقالته يا ابوي، قدم استقالته للجيش السوداني، او شاله، او اغال الجيش السوداني، او تم تكوين حكومه حرب وفات. يبقى القضيه شنو؟ ما نحن ما ممكن يكون بنقاتل كلنا كشعب سوداني يا اما البرهان يكون موجود ولا السوداني يضيع. يا زول البرهان يمشي زي ما مشى نميري، وزي ما مشى عبود، وزي ما مشى اي طاغيه. يمشي البرهان، ويمشي كباشي، ويمشي ياسر العطا، ويمشي كل الجنرالات الغزيرين دل، ويبغى الوطن بقياداته العسكريه الوطنيه. يقسموا اي في القصه، ما تقسيم الجنوب، الجنوب ده ما مرحله، هي الليله بتاكد لك انه اي جنرال جه حكم البلد دي هو تسبب في اذيه الشعب السوداني. لانه الدول ما بتقود القوى العسكريه، بتقود القوى المدنيه الوطنيه، ما القحاطه ديل الانتهازيه، طوالي عكس الجماعه دي. انا وقت اقول لك القوى الوطنيه، القوى السياسيه الوطنيه دي طوالي، لو قمت عينت لغحات حقه يدوك كف، ده ما وطنيه، دي الانتهازيه، دي الاستغلاليه، دي الشفشافه زي ديل. وطنيه دي طبعا محاصر. انا بقول لك في قوه وطنيه قاعده في الخليج ده، مستنيرين دكاتره، ناس عندهم علم، ناس عندهم فكر، لكن هم ذاتهم مستعبدين ومحاصرين. الكلام ده بيحرقهم، لكن دي الحقائق. الحركة الإسلامية دي يا جماعة انتهت، وحس الليلة الشعب السوداني بيكرهها. الليلة واحدة من الأسباب المؤخرة المعركة دي ذاتها اللي هو المفهوم بتاع الحكومة الإسلامية دي. يعني أنت كل ما نمشي لقدام
ارتبطت المعركة بالحركة الإسلامية معناتها إنها هي في النهاية معركة فاشلة. ودي طبعا السايقين الغحاتة في إنه يحولوها أي في تغاعس في جانب كبير من الـ من الـ من الحركة من الحركة الإسلامية بتقاتل مع الجيش السوداني وبتحاول تهيمن على الجيش السوداني. الناس كلها عارفة الكلام ونحن ذاتنا عارفين، وعارفين إنه القيادات كلها الموجودة في الساحة السياسية إذا كانت في 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 الغحاتة ولا إذا كانت في الميليشيات بتاعت الدعم السريع ولا إذا كانت في الجيش، كل الزينة الفوق موجودة كيزان. لكن القضية الحقيقية قلت لكم ما بتبقى هنا، القضية هم بيصارعوا في شيء ما حقهم، في 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 دولة ما حقتهم، في حكومة ما حقوا يكونوا موجودين فيها. يبقى في النهاية أنا مضطر، الحاجة الوحيدة اللي بدافع عنها بدافع عن أرضي وعرضي، بدافع بشنو؟ بدافع بالجيش السوداني، بقوي الجيش السوداني. طيب في مشكلة الجيش السوداني، الجيش السوداني قيادته مريضة، قيادته فاسدة، ما في مشكلة، قيادة دي بكرة حتتغير، برهان ده ما حيعيش، ما أبو الهول عايش 900 سنة ولا 1000 سنة، حسي حيموت، أيامه حيموت، حيمشي، ياسر العطا حيمشي، إذا ما مات بطلقة حيموت بمطلة ده، مطلة ده ممكن يقتله، لكن في النهاية تبغى المؤسسة العسكرية بتاعتنا. الكلام اللي بيقولوا حسي ناس موسى هلال اللي بيقولوا كده، نحن كلنا مناصرين للمؤسسة العسكرية المهنية القومية المستغلة، مشروع كامل نحن معاها، قومية ومهنية ومستغلة. أول ما أقول لك مهنية وقومية، أول ما تبقى في مهنية معناتها إنه في السكنات بتاعتها، معناتها إنها رجعت للسكنات بتاعتها لأنها رجعت للمهنية بتاعتها. لكن أنا ضد القيادات الماشية لمشروع سياسي بتحاول تزيف الحقائق، بتحاول تعيش الواقع السياسي عشان تسيد على السلطة من جديد. دي ما حتكون موجودة، دي ما حتكون موجودة، وده تنبيه لون انه المشروع المشوار الماشين فيه ده والمشروع الخاتمه في راسهم ده حيقسم الوطن. انتم ما محتاجين انه ينصركم القيادات العسكرية، ما محتاجة انها تنتصر بالحركة الإسلامية، ولا محتاجة انها تقعد في تفاوض مع الجنجويد ولا مع قوى اعلان الحرية والتغبيش، ما محتاجين. انتم محتاجين تقعدوا مع المواطن ده، انتم محتاجين تكاشفوا المواطن ده، انتم محتاجين تكونوا شفافين مع المواطن ده عشان يدعمكم المواطن السوداني، يدعمكم بالرجال بتاعين السودانيين الاحرار، يدعمكم بالفكر، يدعمكم بالمال، يدعمكم بانه يقدم نفسه للوطن ده. كلنا جاهزين، لكن طالما انتم عايشين على اساس انه بتديروا في المعركه دي وما دارين تشركوا المواطن صاحب الوجع، يبقى في النهاية كل يوم حتتهزموا، لأن القوة الحقيقية موجودة في الشارع السوداني وفي المواطن السوداني، ما في الحركة الإسلامية ولا في قوة إعلان الحرية والتغيير ولا في الرأسمالية الطفيلية ولا في الدول الخارجية، في قوتنا نحن كشعب سوداني. إنه كلنا 100,000 100,000 سوداني يقدموا لكم 100 يورو ولا 100 دولار في شهر واحد يغيروا الواقع ده، يجيبوا السلاح ويغيروا الواقع ده، لكن انا ادفع لزول ممكن يبيع؟ انا محتاج ضمانات في انه الحاجه اللي بقدمها ليكم انتوا ديل ممكن تحولوها فعلا لقوة عسكريه، لقوة بتاعت سلاح، لقوة لحاجه انا متاكد انها حتمشي في المصب بتاعها. تحولوها لي بعد شويه لامارات وشقق وعمارات، ما في زول بيثق فيكم يا اخي، عشان ما في زول بيثق في القياده الحقيقيه العسكريه دي. محتاج القياده دي تتحرر وتطلع من الواقع ده وتخط لها قياده الناس تتقبلها. نسال الله انه ينصر الوطن يا جماعه، وطننا اللي باسمك كتمنا ورطنا. انا طلعت بدافع عن المواطن اللي لسه مواطن السودان الجنينه، مواطن زالنجيم، مواطن نيال الليل اللي هو لازم يطيع اوامر الدعم السريع ولازم يتجند، اللي حيبيجندوا في غرب السودان ده كله شغالين تجنيد بالرغبه بالترهيب بالرهينه بالفلول باي مشروع، يا اما تم معاهم ولا يبتزوه وينهبوه وممكن يقتلوه. يبقى في النهاية حتلقى كمية كبيرة من الجيش العرمرم جايبينهم بالخوف والرعب، جايبينهم ببطنهم بس بأنه يأكل ويشرب ويلقى الأمان إنه محمي من الميليشيات بتاعت الجنجويد. دخلوا مدني بيجندوا في مدني،
والجيش لسه معركته طويلة ونفسه طويل، بعد شوية وقت تيجي تخش مدني حتلقى معظم أبناء مدني ذاتها بسبب الاعتقال وبسبب إنه الرهينة للدعم السريع، حتلقاهم بيدافعوا عن الدعم السريع. أنت حتعمل شنو؟ نسأل الله إنه ينصر جيشنا، نسأل الله إنه ينصر وطننا، نسأل الله إنه يحمينا ويحمي أهلنا، نسأل الله إنه يحافظ على سيادة الوطن، نسأل الله إنه يهدي الجنرالات ديل بإنه يتخذوا الإجراءات المنوط بأنه يتخذها حكومة بتاعت حرب، تكوين حكومة حرب، الحلول الحقيقية تكوين حكومة حرب ويزحوا من المشهد واحد، حظر التجوال وقفل السودان ده ذاته وقفل وفصل المدن دي من بعض، ويبدأ الجنرالات بتاعين أي منطقة يحرروا مناطقهم ويستعدوا لمعارك حقيقية، لأن المعارك دي ما بتقف طالما الميليشيات دي مدعومة من الحكومة السعودية والحكومة الإماراتية. القيادات العسكرية ما بتقدر تتكلم عن المشروع ده لأنها هي ذاتها رهينة لها. شوف الكلام ده وشوف الأسف ده وشوف الوجع ده. القيادات العسكرية ذاتها هي رهينة زي الرهائن بتاعنا المثقفين الموجودين في السعودية وفي الإمارات، هم ذات الرهائن، وديل قياداتنا العسكرية رهائن، والقوى السياسية برضو رهينة للمخابرات الإماراتية والحكومة الإماراتية وعملاء كمية بتاع عمالة كبيرة. نسأل الله إنه يحفظنا يا جماعة، ونسأل الله إنه ينصرنا لقدام.